هذا سائل يقول: هل إساءة الظن بالله تعالى كفر مخرج من الملة أم أنها كبيرة من كبائر الذنوب؟ إذا أساء الظن بالله وأنه لا ينصر الإسلام والمسلمين هذه ردة عن الدين. أما إذا أساء الظن بالله أنه ما يرزقه وما يعطيه شيء أو ما أشبه ذلك هذه معصية. لكن إذا أساء الظن أنه ما ينصر المسلمين ولا يعاقب الكفار وأنه يؤيد الكفار ويعطيهم ويؤيدهم ويقويهم هذا ردة عن الإسلام. نعم.